الحولي والزمول ننطلق في ثاني أشواط هذه الأمسية، والحول المهجنات تنطلق على بركة الله لتعلن الانطلاق في أول أشواط الحول المهجنات. في هذه اللحظة نقدم التهنئة مباشرة لهجن الرئاسة بمناسبة فوز الشهنية، والتهنئة أيضا تنقل للمتابع والمضمر سعيد بن شطيط الوهيبي. ننطلق مع بداية الشوط، ننطلق مع المقدمة سنة على مقدمة الشوط، تنطلق بهذه اللحظة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان المتابع والمضمر حامد بن علي بن أحمد. المركز الثاني بداية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد السبوسي. المركز الثالث أنتقل أتابع المركز الثالث، الشهنية على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الرابع التي غيرت وانتقلت إلى ثالث المراكز المايدية هنا لسمو الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم حميد بن بدر العليلي في التضمير والمتابعة. المركز الخامس أنتقل إلى سلهودة، أنتقل إلى سلهودة المحتلة خامس المراكز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع عمر بن مطر بن لاحق الهاجري. المركز السادس أتابع العزرة على سادس المراكز في هذه اللحظة بشعار هجن الرئاسة المتواجد والمضمر سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز السابع بنت صوغان بشعار هجن الرئاسة والتواجد من سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الثامن هنا صبا على ثامن المراكز لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه الأسماء المنطلقة في هذا الشوط، هذه الأسماء المتواجدة، هذه الأسماء الكبار، هذه الحيل في هذا المساء الجميل في انطلاقة أصحاب السمو الشيوخ مع هذه الشعارات الكبيرة الحاملة للمنافسة المشتركة في هذا الشوط، الشوط الرئيسي المتابعة لهذه الانطلاقة هنا على قناة أبو ظبي الرياضية التي تنقل دائما من عاصمة الميادين ما يدور من منافسة شريفة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود أتابع المقدمة، أتابع الصدارة، أتابع من تحمل الرقم 3 هنا في بداية الشوط. هي بداية على المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن عبيد السبوسي في المتابعة ينطلق يتابع هذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في أول انطلاقة الحول المهجنات. المركز الثاني هنا سنة على ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان المتابع والمضمر هنا حامد بن علي بن أحمد. ثالث المراكز أنتقل وتابع ثالث المراكز هنا في هذه اللحظة المايدية لسمو الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم. حميد بن بدر العليلي في المتابعة والتضمير. المركز الرابع أنطلق مع سلهودة على رابع المراكز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمر بن مطر بن لاحق الهاجري في التضمير. المركز الخامس هناك الخامسة الشهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز السادس هنا العزرة بشعار هجن الرئاسة المتواجدة المنطلقة بالإضافة إلى سابع المراكز بنت صوغان بشعار هجن الرئاسة. أيضا هناك المتابع لانطلاقة بنت صوغان ولانطلاقة العزرة سعيد بن شطيط رهيبي. المركز الثامن صبا بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. هذه الأسماء للمرة الثانية.
نداؤنا للمرة الثانية في هذا المساء الجميل في أسبوعنا الخامس منذ انطلاقة هذا الموسم الجديد، الانطلاقة الخامسة للكبار في تحدي الكبار، في تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ من هنا من عاصمة الميادين الوثبة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة مع بداية، بداية على المقدمة على صدارة الشوط. تسير بكل ثقة على مقدمة الشوط، تنطلق هنا بداية مع بداية الشوط، مع بداية الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هنا المتابع والمنطلق والمضمر سعيد بن عبيد السبوسي المركز الثاني، أتابع المركز الثاني، أتابع سنة على ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان حامد بن علي بن أحمد في التضمير. المايدية على ثالث المراكز، أتابع المايدية منذ الانطلاق، تسير تنطلق تتابع هذه المسيرة في هذه الرحلة، رحلة الناموس هنا لسمو الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم حميد بن بدر العليلي في التضمير. المركز الرابع سلهودة على رابع المراكز، تنطلق بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمر بن مطر بن لاحق الهاجري في المتابعة. المركز الخامس هنا تحمل الرقم 5 الشهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المتابعة. السادس والسابع بشعار هجن الرئاسة، هذا الشعار الكبير يحمل في هذا الشوط الكثير من المفاجآت، يحمل الكثير من الإنجازات في الأعوام الماضية، يحمل الكثير من الرموز، يحمل الكثير من الأسماء الكبار يتواجد في هذا الشوط هنا مع بنت صوغان ومع العزرة. شعار هجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي في المتابعة. المركز الثامن صبا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. إذا نحن نسير وننطلق ونعود ونتابع ونسير مع هذه الكبار، مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات الكبيرة، مع ما حملت من إبداع، ما حملت من منافسة، ما حملت من إنجازات، ما حملت من تحدي في هذه الرياضة العربية الأصيلة، هذه الرياضة المحببة لقلوبنا، المحببة لدى أبناء دول مجلس التعاون، الرياضة الأولى الرائدة، الرياضة الأولى التي تحمل دائما في طياتها المنافسة الشريفة، تحمل اللقاء بين إخوان وبين أبناء دول مجلس التعاون في سواء هنا في دولة الإمارات أو في دول مجلس التعاون الخليجي. إذن هذه الرياضة، هذا التراث، هذا الذي نعيش في هذه الأيام في هذا الميدان هنا عاصمة الميادين، المتابعة الدائمة لأصحاب السمو الشيوخ لانطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة. نعود إلى مجريات الشوط، نعود إلى بداية، لا زالت بداية على المقدمة، لا زالت تسيطر، لا زالت تسير بكل ثقة هنا على مقدمة الشوط، حاملتنا الكادر العلوي من قناة أبو ظبي الرياضية، حاملة روح المنافسة، حاملة هذا الانطلاق المثير، حاملة هذه الرحلة المباركة، الانطلاق مع بداية، بداية على المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، التواجد لسعيد بن عبيد السبوسي الذي يقود بداية، ينطلق مع بداية، ينطلق مع هذا الشعار. المركز الثاني سنة على ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، المتابع حامد بن علي بن أحمد. المركز الثالث المايدية على ثالث المراكز لسمو الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم حميد بن بدر العليلي في المتابعة. رابعا الخطر وصل الخطر مع بنت صوغان، وصل شعار هجن الرئاسة على رابع المراكز، اقترب بعد اقترابنا من لوحة الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية الحاضن لمن تفوز.
الحاضن لمن يقال لها الناموس مقدما هنا. الله الكيلو ونصف الكيلو بنت صغار رابعا بشعار هجن الرياسة سعيد بن شطيط رهيبي في المتابعة. آخر نداء للمراكز العشر هنا، سأعود إلى خامس المراكز، إلى خامس المراكز الشهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المتابعة. المركز السادس سلهودة تحمل شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع عمر بن مطر بن لاحق الهاجري. المركز السادس. المركز السابع أنطلق مع صبا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. الله العزرة قادمة، العزرة قادمة هنا، انتقلت بدورها إلى سادس المراكز، تنطلق بشعار هجن الرياسة سعيد بن شطيط الوهيبي في المتابعة والتضمير. شاطر المضمرين، أعود إلى المقدمة، أعود إلى بداية يا بن شطيط، أعود إلى المقدمة مع بداية. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير يا السبوسي، الكيلومتر المثير، كيلو الامتحان، كيلو خط النهاية. ما بعد إلا الناموس، ما بعد إلا الناموس. الناموس وين؟ الناموس حاير. بداية، بداية، بداية. بنت صوغان، بنت صوغان تقترب من الخطر. بنت صوغان بشعار هجن الرياسة ثانيا، الشهنية ثالثا بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، رابعا العزرة. يا سلام الله، بنت صوغان إذا تحتل المركز الأول، تنتقل بشعار هجن الرياسة، تنتقل إلى الناموس، تسير على خطى الشهنية في الشوط الرئيسي، تنطلق، تنطلق إلى الناموس. العزرة قادمة أيضا بنفس الشعار، بنفس الوصوف. هنا يا سلام الوصيفة للمركز الأول، هنا تحتل العزرة ثانيا وثالثا الشهنية، ولكن أعود بالناموس، أعود إلى هجن الرياسة، أعود إلى الناموس، إلى مقدمة الشوط. التهاني تنقل وتعبر إلى هجن الرياسة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز بنت صوغان وعلى فوز العزرة بالمركز الأول والثاني مع سعيد بن شطيط رهيب بالمركز الثالث. الشهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الرابع. وصلت سنة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان المركز الخامس. المركز الخامس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع سلهودة مع عمر بن مطر من لاحق الهاجري. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز المتميز في هذا المساء الجميل، مساء الشيوخ، مساء الناموس. ها هي بنت صوغان 13 دقيقة 28 ثانية وفان وتماما. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز المستحق، تهانينا والناموس لسعيد بن شطيط رهيب المركز.